كانت منعطفا دفعه الى تبني قضية الريفيين. بذلت كل ما في وسعي ثلاث سنوات لإقناع الإسبان بتغيير سلوكهم إزاء الريف، إلا أنهم قضوا الوقت في تحريض القبائل ضد بعضها البعض. وبما أنني فقدت أي أمل فيهم، أعربت عن تأييدي لاستقلال الريف غير المحتمل، فسجنوني طيلة 11 شهرا بتهمة وقحة مفادها أنني أتعامل مع ألمانيا. السبب الرئيسي الذي اعتمد باعتقالي يعود إلى التصريحات التي تحدث فيها عن الاستقلال وبأنه لن يقبل أن يكون بلده محتلا من طرف دولة أخرى. وهذه الأقوال اعتبرت جد خطيرة، كانت بمثابة إعلان للاستقلال، وكلمة الاستقلال كانت بالنسبة له كلمة أساسية إلى تحياتي. لم يكن يقبل بالسيطرة الأجنبية. منذ 1918 قام ملك إسبانيا ألفونسو الثالث عشر الذي كان متعطشا للثأر لإهانة 1909 وبسط سيطرته على الريف برمته بالاستخبار حول صنع الأسلحة الكيماوية عند ألمانيا. وبينما كانت فرنسا وإنجلترا وحلفائهما يتنازعون حول مصير ألمانيا ويوزعون فيما بينهم مستعمراتها، أعلن الكونت دورو مانونيس رئيس الحكومة الإسبانية سنة 1919 عن الدفعة الجديدة التي تلقتها الحرب في المغرب. ابتداء من 1920 حقق الجنرال سيلفستر الذي تم اختياره لتفعيل العمليات العسكرية تقدما مذهلا مخدعا عددا متزايدا من القبائل. كانت إسبانيا قد أعمتها انتصاراتها المسرحية مما سيجعل عزائمها المقبلة أكثر قسوة. معظم الأراضي المسيطر عليها والمقدمة كانتصارات كبرى تم الحصول عليها من خلال إرشاء أعيان القبائل الذين توصلوا إلى اتفاق يقبلون بموجبه باحتلال أرضهم مقابل مبالغ مالية. الأعور ملكا في بلاد العميان كما يقال. خلال هذه المرحلة أسس ميلان أستري إل دي بريسيون تبعا لنموذج النفيف الأجنبي الفرنسي، موكلا لفرانكو رئاسة البنديرة الأولى المكونة من ثلاث فرق. توفي أبي إثر تسميمه من طرف الإسبان بدون شك، وبما أن قادة بني وريال جاءوا كما جرت العادة لتعزيته، خدت معهم مفاوضات حول العلاقة بين الإسبان والريفيين. وإذا كان الريفيون ميالون إلى التصارع في ظروف لا مبالاة، فإنهم سرعان ما يتوحدون حين يشعرون بخطر يهدد حريتهم. كانت الصراعات القبلية تمزق البلاد، حيث تتكون التحالفات القبلية فقط عند وجود عدو أجنبي، ومع انتفاء الخطر تعود إلى التصارع. وما قاله الخطابي أنه يجب وضع حد لهذه الصراعات الداخلية والتفكير في توحيد القبائل، وكانت الوحدة بالنسبة إليه أمرا أساسيا. في الأيام الأولى من يناير 1921